مساء الخير يا حبايبي، مساء السعادة. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده عملنا حبة شعرية بلبن يستاهلوا بقكم يا حبايبي. شايفين الجمال؟ حاجة روعة، تحفة. شايفين الحاجة البيت الجميلة النظيفة ازاي؟ يلا بقى نخش نشتغل مع بعضينا. احط معلقتين سمنة كده في الطاسة، معلقتين سمنة بلدي، عايزاهم بس يفكوا شوية وبعدين نشتغل بيهم على طول. ايوه كده كويس قوي كده. انا محضرة تقريبا ربع كيلو شعرية، يلا هنزل بيه في الطاسة على طول نحمره. ايوه كده، الشعرية خفيفة وبتتحمر بسرعة، فايدنا ايه ما تتشالش من الطاسة اللي انت بتعملي فيها ولا الحلة، ايدك ما تتشالش، على طول تشتغل. شايفين يا حبايبي بسرعة بسرعة كده الشعرية ما تاخدش تحمير. ايوه بسرعة بسرعة كده. ايوه كده حمرنا الشعرية، مش عايزاها ايه تغمق مننا خالص، لا عايزاها تبقى ايه فاتحة شوية. احنا محضرين بقى ايه كيلو اللبن. انا حطيت ولعت عليه النار وكنت موطيه، ما كنتش معليه عشان اعرف اشتغل ايه واحده واحده. حطيت كوبايه سكر صغيره وهنقلبها مع بعضينا كده يا حبايبي. انا مش عايزه اغيب على الشعريه، مش عايزاها ايه تغمق مني ازيد من اللي انا ايه اللون اللي انا عايزاه. انا جبت باكو فانيليا وفتحته كمان حطيته على كيلو اللبن. اي الله، ريحة وجمال وطعم وايه مش قادرة اوصف لكم بقى يا حبايبي. هقلب بقى الفانيليا والسكر كده خليه يدوب في اللبن. هنزل عليهم بالشعرية عشان مش عايزاها تلون اكتر من كده، وبعدين نكمل ايه بقية المكونات اللي هنحطها. لما تبقى الشعرية مش غامقة قوي هتقدر تشرب اللبن وتدينا النتيجة ايه اللي احنا عايزينها. انا اقلب جامد كده عشان خاطر الايه السكر يدوب، وحطيت كمان حبة زبيب. يلا نقلب بقى كل الخليط مع بعضيه، اول ما تغلي هتلاقي ايه الشعرية شربت اللبن. يلا مع بعضينا كده تاكلي احلى حبة شعرية. ايوه كده، كانت امنا الله يرحمها تصحينا كل يوم، تصحينا تفطرنا حاجه حلوه شكل، الله يرحمها. يوم تعمل لنا فطير مشلتت، يوم تعمل لنا رقاق كده ويسقولنا في لبن وسكر وسمنه بلدي طبعا. كل يوم كنا نصحى من النوم نلاقيها وعامله لنا ادوسيه، احنا صعايده، فكانت كل صبح كده يا حبيبتي كانت تفطرنا حاجه شكل، الله يرحمها. فاحنا من الوقت للتاني بنحب الحاجة اللي نعمل حاجات حلوة، بس انا عشان مليانة فبقى ايه بخف شوية من الحاجات دي، بس ولادي طبعا محتاجينها. من وقت للتاني بنعمل بقى الحاجة حلوة، رز بلبن، شعرية بلبن، نعمل كيكة، نعمل مهلبية. لازم يبقى فيه في البيت برضو حاجة عشان ولادك بيشتاقوا للحاجات دي، وانت كمان اكيد بتشتاقي للحاجات الحلوة دي. اللبن خلاص قرب يقوم اهو، انا ايدي مش هتتشال عشان خايفة برضو الشعرية تكتل بسرعة بسرعة. ايوة معاها كده، ايوة كده الشعرية اللبن خلاص بيغلي اهو، والشعرية بتاعتنا خلاص هتستوي. هي متاخدش وقت، مجرد ما غليت كده الشعرية خلاص استوت. خلاص انا طفيتها ونبتدي بقى نغرف في البولات بتاعتنا الصغيرة الجميلة دي. ما خدتش معانا وقت، وفرحي ولادك واعملي لهم ايه حاجة حلوة مش مكلفة برضو يا حبايبي. كل الحكاية كيلو لبن وكل حاجتك في البيت، الشعرية في البيت، السمنة في البيت، وكيس الفانيليا اكيد عندك كيس فانيليا يعني، وكل الحاجات ان شاء الله هتلاقيها ايه متوفرة. يلا بقى نبرهم بقى زي بعضه، يعني كله توفير توفير، لا لازم كده ايه نبر شوية ولادنا. ايه رأيكم في الجمال ده؟ ما خدتش مننا وقت وطعمها كان تحفه يا حبايبي، صدقوني كانت جميله جدا جدا جدا. دي حبايبي كانت الحلقه بتاعتنا النهارده، ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك، والى اللقاء يا حبايبي في فيديو قادم. باي باي.